تحية لروح شهداء الثورة السورية مرحبا. أود في البداية أن أقول بأني لم أحضر إليه كلمة، فأنا لم أنم 24 ساعة نتيجة الانتصارات بيني وبين الداخل السوري نتيجة الإضرار الحاصل في اللاذقية. نفصل بين الوضع في اللاذقية وبين دول أوروبا وأمريكا وجميع الدول العربية، هي المعارضة السورية المنتشرة على مساحة العالم أجمع. ولم ألم أيضا لأني عاشق لاثنتين ومن يعشق لا ينام. في الحقيقة في بداية إرهاصات الثورة السورية التمست أن بداية الثورة ستندلع من هنا. التقطت الإشارة وبدأت أستعد للانخراط في العمل الثوري. الانخراط في العمل الثوري في سوريا له نتيجتان لا ثلاثة، إما الشهادة وإما الاعتقال. بدأت أتخطر للاعتقال لأن الشهادة عطاء من رب العالمين، أما الاعتقال فهو على يد الجلادون. من هنا عندما كان يخرج الموظفون الذين يعملون لدي في مؤسسة الصناعية كنت أضع نفسي بين جدار، وفي لغة لهجة السورية خزانة ودولاب، على مسافة 50 سنتي كنت أحصر نفسي على مدى ساعة وساعتين وثلاث ساعات يوميا أقوم بإعداد نفسي للسجن الانفرادي الذي سيستقبلني فيه نظام الدكتاتور بشار الأسد إذا لم تكتب لي الشهادة. استمريت على هذا النحو على مدة أسبوع كامل وتهيأت نفسيا لاستقبال هذا الموقف المخيف. أنت لا تستطيع أن تجلس، يجب أن تقف هكذا دائما بوضعية الواقع. هيأت نفسي صبيحة يوم الجمعة، دخلت إلى غرفة أولادي ودعتهم واحدا واحدا دون أن أنقذهم. قرأت لهم ما تيسر من القرآن يحفظهم الله. غادرتهم، ذهبت إلى دمشق القديمة وبعض الشوارع المحيطة بالمسجد الأموي. كنت أتأمل شوارع دمشق لأني كنت أعتقد بأنها آخر شيء سترى عيني قبل أن أستشهد. دخلت إلى المسجد الأموي وكان شبه ممتلئا بالمصلين من خيرة شباب سوريا ومن شيبها وشبانها. ابتدأ الإمام بخطبة الجمعة وبعد 7 دقائق بالضبط وقف أحد الشبان وصرخ اسكت يا عدو الله، لأنه ثبت لنا أن معظم رجال الدين في سوريا هم أعضاء الله الذين يأتمرون بأمر السلطان أي الدكتاتور بشار الأسد. من هنا صرخ اسكت يا عدو الله ووقفنا هبت وصرخ سقطة واحدة لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. من هنا انطلقت الثورة، خرجنا إلى ساحة المسجد الأموي ونحن نهتف دعما لدرعا كبداية الثورة التي انطلقت بعد المسيرة الثانية من المسجد الأموي وننده وننادي بحياة الشهيد. هنا سقط صوتي، أحدثكم هذا لأشرح لكم ما يقوله السوريون عن كسر جدار الخوف الذي كنتم تسمعونه كل يوم. فقدت صوتي فوضعت يدي أمام فمي وبصوت خافت صوت أنذر. هنا تيقنت بأن صوتي لم يذهب، لكن الخوف فعلا في هذه اللحظة انكسر. هنا تملكت ناصية حريتي وبدأت أصرح بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الشهيد حي. من هنا انطلقت المسيرة وخرجنا من المسجد الأموي باتجاه سوق الحميدية
وصولا الى ساحه المرجى الكبيره المشهوره في سوريا، وهناك حدثت المعركه الفاصله بيننا وبين رجال الامن. تكالبت علي ايادي السلطه، كنت اخطو احيانا واصمو احيانا اخرى، كسرت قدمي وكنت اغيب عن الوعي. جاء والحمد لله من انقذني واخذوني بسياره مدنيه وهربوا بعيدا عن تلك المنطقه. كنت اشاهد الشباب وهم يسبحون بدمائهم في الارض. هنا كان لابني لابدني من احزم خطابي لانه جاء اتصالا الى منزلي يقول لي مت مكشوفا للسلطه وانا مشغول اعمال معروفه في سوريا. وبالتالي دفعت مبلغ كبير من المال حتى يوصلون الى المطار. اشتريت تذكره وقررت الذهاب الى معشوقتي الثانيه. تركت معشوقتي الاولى دمشق وجئت الى بس. شكرا للمصر العظيمة، شكرا للشعب.